لازم يكون معانا فاروق صلاح، يعني مراسل قناة النادي الأهلي مع بعثة النادي الأهلي. يا مساء الفل يا فاروق. يا مساء الفل يا اسامه، برحب بيك يا اسامه، وبرحب بيك يا فارس، وبرحب بكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. اهلا بيك يا فاروق، يعني كالعاده كده متالق دايما. عاوزين بقى ايه اول يوم للنادي الاهلي، تجيب لنا كده القصه من بدايه وصول النادي الاهلي لمطار دبي، الانتقال لعجمان للتدريب، وطمنا على اخبار الفريق. يعني يا اسامه خليني في البدايه يعني نقول دور مهم جدا لاداره النادي الاهلي طبعا ومسؤول النادي الاهلي في توفير هذا المعسكر في الوقت الراهن للنادي الاهلي، خاصه ان انت بينضم ليك لاعب زي وسام ابو علي في هذه الفتره. اكيد فتره بداياته مع فريق بحجم وقيمه النادي الاهلي بيحتاج فتره طبعا للانسجام تكون من خلال هذا المعسكر. خليني اقول لك ان النهارده طبعا كان تواجد اللاعبين في مطار القاهره الدولي كان في تمام الساعه 8 صباحا، ثم استقلال الطائرة والتوجه إلى مطار دبي. كان يعني رحلة الطيران استغرقت 3 ساعات ونصف، ثم استقلال الوصول إلى مطار دبي، ثم استقلال الحافلة إلى إمارة عجمان اللي بتبعد عن يعني مقر عن مطار دبي بساعة. تقدر تقول كان في استقبال بعثة فريق النادي الأهلي طبعا كابتن الكابتن سمير عادلي، أيضا برفقة طبعا الأستاذ هشام مرزوق والأستاذ عمرو مرزوق طبعا مسؤولي شركة 6 ياردز المنظمة لمعسكر النادي الأهلي. وخليني يعني أقول إن التعاون مع شركة 6 ياردز ده مش لأول مرة بيحدث، حدث يعني كان مؤخرا في إقامة معسكر النادي الأهلي في النمسا، دور كبير جدا في تسجيل كافة الأصعاب وكافة الأمور يعني منذ قبل قدوم البعثة، توفير كافة الاحتياجات فريق النادي الأهلي، إنهاء كافة الإجراءات في مطار دبي. طبعا كان ده يعني الأمور اللي ما خدتش وقت كتير جدا في مطار دبي. دور كبير زي ما قلنا طبعا من مسؤولي الشركة سواء الأستاذ هشام مرزوق أو الأستاذ عمرو مرزوق في تسجيل كافة هذه الأمور لبعثة فريق النادي الأهلي. طبعا كان الوصول للمقر الإقامة، وده منتجع أحد المنتجعات المميزة جدا في إمارة عجمان بيتميز بالهدوء. زي ما أنت عارف يا فارس ويا أسامة طبعا التوقيتات أو يعني ظروف المعسكرات بتحتاج توفر يعني أمور معينة خاصة في المكان، أعتقد الأمور دي كلها متوفرة في المنتجع اللي بيقيم فيه أو بتقيم فيه بعثة فريق النادي الأهلي. يعني تقدر تقول بقى خلال رحلة الطيران أو يعني الكواليس الجمهور طبعا بيحب إن هو يسمعها. طبعا انت عارف يا اسامه وعارف يا فارس ان عندنا مجموعه كبيره جدا من اللعيبه الناشئين موجوده في هذا المعسكر. صحيح. لظروف التواجد يعني عدد كبير جدا من لعيبه النادي الاهلي سواء في المنتخب المصري او في منتخب مالي او في منتخب تونس او في منتخب جنوب افريقيا، ده فرصه كبيره جدا لعدد من اللعيبه الناشئين انها تكون موجوده. خليني اقول لك ان مستر كولر يعني قبل السفر والتوجه الى او التواجد هنا في الامارات اجتمع مع اللاعبين الناشئين، وايضا الكابتن خالد بيبو اجتمع مع اللاعبين، قال لهم الفرصه دي ما بتجيش كتير، يعني لعيب الكوره بيبقى خاصه لما بيلعب في نادي بحجم وقيمه النادي الاهلي لازم يستغل الفرصه، كل واحد فيكم قدامه دلوقتي وقت كافي انه يقدم نفسه، يستغل الفرصه اللي هو اللي موجود فيها، استغل كل يوم وكل دقيقه داخل هذا المعسكر. ويعني اسامه انا عايز ارجع بس في الوقت لظروف اختيار هؤلاء اللاعبين، الامر ما كانش وليد الصدفه، يعني اقدر اقول لك ان خلال الفتره الماضيه طبعا كان مستر كارلوس اللي يعني تقدر تقول مطور المواهب ومكتشف المواهب ومطور الاداء اللي انضم مؤخرا لفريق النادي الاهلي، كان حريص انه يجي يتواجد في تدريبات فرق الناشئين، يتواجد ايضا في ماتشات الناشئين، بيشوف اللعيبه وبيعرض هؤلاء اللاعبين طبعا على مستر مارسيل كولر اللي بدوره بيطلب اللعيبه يشوفها في التدريب، وبالتالي اختيار هؤلاء اللاعبين تم بناء طبعا على ترشيح طبعا من يعني كارلوس المطور الاداء ومكتشف المواد، ايضا الكابتن خالد بيبو اللي كان حريص ايضا في فترات الاجازه انه يكون موجود في تدريب في مباراه قطاع الناشئين في النادي الاهلي، بيرشح بعض اللاعبين. ايضا دور قطاع الناشئين في النادي الاهلي الممثل في الكابتن وليد سليمان، الكابتن محمد شاوي، والكابتن بدر رجب في ترشيح اللاعبين لمستر كولر اللي بدوره طبعا هو القرار الاول والاخير بيكون لمستر كولر، بيختار هؤلاء اللاعبين انه يكونوا موجودين في هذا المعسكر. مستر كولر اتكلم مع اللعيبه، كابتن خالد بيبو اتكلم مع اللعيبه،
واحنا جايين في الطياره تلاقي مشاهد، المشاهد دي يا اسامه او يا فارس ما تشوفهاش غير في النادي الاهلي. يعني في مشاهد مهمه جدا قفشه، يعني واحد من كباتن النادي الاهلي وواحد من اللعيبه المميزه في النادي الاهلي مجمع حواليه مجموعه من اللاعبين الصغار، يوسف عبد الحفيظ، حازم جمال، احمد طعيمه، اسلام عبد الله، ابراهيم عبد الحكيم، معتز، بيتكلم معاهم نصايح مستمره. كابتن عمرو السوليه، كابتن رامي ربيعه، مصطفى شوبير بيتكلم مع حازم، بيتكلم مع مصطفى مخلوف. اعتقد ان الفوارق بتزول ما بين اللاعبين، دور كباتن النادي الاهلي كابتن رامي ربيعه، كابتن عمرو السوليه، طاهر، محمد طاهر، اعتقد مش محسسين اللعيبه ان في يعني الامر فيه رهبه. اعتقد اللعيبه كلها واخده منتهى الاريحيه في هذا المعسكر. طبعا النهارده كان التدريب الاول لفريق النادي الاهلي يا اسامه وفارس على ملاعب نادي شرطه عجمان، واحد من يعني الملاعب المميزه. تدريب غلب عليه خلاص، يعني ما تحسش ان ده اول تدريب لفريق النادي الاهلي، لا ده استكمالا طبعا لتدريبات كتير خلال الفتره الماضيه. اكثر من لعيب ظهر بشكل مميز جدا، يعني تقدر تقول في لعيبه انت لازم تقف عندها. ويعني خلينا بس نسألك يا فاروق، يعني أسامة سألك في الأمور التنظيمية، كنا إحنا قبل ما تدخل معنا بنتكلم في حتة الناشئين، أنت وضحتها بشكل كويس. طبعا عايز أسألك على حاجة تانية، وسام أبو علي لعيب بيندمج لأول مرة مع الفريق، المعسكر فرصة أكيد ليه أنه هو يدخل أجواء الفريق بسرعة، ولما نرجع للمنافسات الرسمية يكون مؤهل. احكي لنا كده ايه الامور اللي دارت في المعسكر، استقبال اللاعبين ليه، لو في حديث جانبي مع كولر انت شايفه بيتعامل ازاي، في رهبه ولا دخل في الاجواء بسرعه؟ كلمنا فاروق عن شايف ازاي حاله وسام ابو علي مع الفريق. يعني خليني اقول لك يا فارس، يعني انت واضح ان انت يعني بعض التفاصيل او الكواليس، ان بالفعل النهارده مستر كولر بعد انتهاء المران اجتمع يعني لمده 10 دقائق مع وسام ابو علي في حضور الدكتور خالد الجوادي مترجم النادي الاهلي، كان بيتكلم معاه على بعض الامور الفنيه، بيشرح له بعض الامور اللي بيطالبها منه في التدريب، واضح مدى الانسجام لوسام مع لاعب النادي الاهلي. خليني اقول لك ان يعني النقطه اللي انا اقولها نقطه مهمه جدا، يعني واحد من اللعيبه برده اللي بيسهل الدنيا على وسام هو انتوني مودست، يعني مودست بروحه اللي بقت مختلفة تماما، يعني بعد هدفه في مباراة فيوتشر وبطولة السوبر، اللي اتفرج على أنتوني مودست مع النادي الأهلي في التدريبات خلال الفترة ما قبل مباراة فيوتشر هو شخص مختلف تماما، أمور كتير جدا اتغيرت بالنسبة لأنتوني مودست، يعني تقدر تقول مدعبات كتير جدا ما بينه وما بين وسام ابو علي، ايضا كل اللاعبين وسام خلاص يعني دخل في الاجواء مع اللاعبين لعيبه النادي الاهلي. في حاجه مهمه جدا طبعا يا فارس، انت عارف النقطه ديت، ان جوه اوضه اللبس في النادي الاهلي في عناصر مهمه جدا، الكباتن فريق النادي الاهلي، ان هي تقدر اي لعيب بيدخل اوضه اللبس في النادي الاهلي او داخل جدران البيت الكبير النادي الاهلي، اللعيبه اللي بتقدر توفر عليه وتاثر عليه المسافات هو دور كباتن النادي الاهلي. خليني برضو اقول لك على نفس السياق، كابتن محمد الشناوي ولاعيب النادي الاهلي اللي موجودين في معسكر او موجودين مع منتخب مصر في بطوله امم افريقيا كانوا حريصين ان هم يهنوا وسام ابو علي على انضمامه للنادي الاهلي، كتير بعتوا له رسائل واتمنوا ليه التوفيق مع فريق النادي الاهلي، اعتقد هيكون واحد من الاضافات المهمه جدا. لكن النهارده تقدر تقول ان مصطفى شوبير يعني تصدى لاكثر من هدف من وسام ابو علي، يعني تقدر تقول ان مصطفى شوبير النهارده حرم وسام ابو علي من اكثر من هدف يعني جميل في التقسيمه الاخيره اللي اختتم بيها مستر كولر المران. لكن طبعا نتمنى له طبعا ان هو هيكون اضافه قويه جدا لفريق النادي الاهلي. بما اننا اتكلمنا عن مصطفى شوبير والتصدي لاكثر من هدف واحنا متشوقين نشوف اول اهداف وسام ابو علي، فقول لنا المباراتين، موعد المباراتين يا فاروق، وهل تحدد بشكل رسمي ونهائي طرفي المباراتين دول امام النادي الاهلي؟ يعني خليني اقول لك ان تم حسم المباراه الاولى اللي هتكون يوم 23 ان شاء الله، تكون امام فريق الاخدود، دي المباراه الاولى اللي تم حسمها بشكل نهائي، هي المباراه الاولى. المباراه الثانيه حتى الان يعني بيتم، ممكن من الممكن يتغير ميعاد المباراه ما بين يوم 26 او 27، حتى هذا يعني الوقت اللي انا بكلمك فيه لم تحسم هذه الامور الخاصه بالموعد المباراه الثانيه، لكن تقدر تقول يعني الامر المحسوم بشكل نهائي هي المباراه الاولى امام فريق الاخدود اللي هتكون يوم 23 بإذن الله. أخيرا يا فاروق، عايز يعني أنت ذكرت لاعبي الأهلي في المنتخب، خليني كده أقول لك هل دار حوار ما بين اللاعبين على منتخب مصر، لأن أكيد ده شيء مهم، عن تمنياتهم في مباراة كاب فيردي الرأس الأخضر، هل دار حوار عن دعمهم للمنتخب وحديثهم عن المنتخب، وأكيد في ظل المعسكر فيه متابعة واهتمام بمباراة المنتخب؟
يعني خلينا اقول لك يا فارس، يعني اهتمام اكيد طبعا بمباراه كاب فيردي. اللعيبه يعني لعيبه النادي الاهلي مستمره في ارسال رسائل الدعم لكل لاعب النادي الاهلي، يعني في رسائل كتير لعمرو السوليه، رامي ربيعه، طاهر محمد طاهر، قفشه، حسين الشحات، اكرم توفيق، كريم فؤاد، بيتكلموا مع اللاعبين، بيبعتوا رسائل للاعبين احنا واثقين فيكم ان شاء الله، قادرين ان انتوا تحققوا الانتصار في مباراه كاب فيردي. ايضا اهتمام الجميع كان يعني لدى وصولنا للمقر الاقامه، الجميع كان بشغف بيتابع مباراه منتخب الجزائر، وتمنوا طبعا التوفيق لمباراه لفريق منتخب الجزائر اللي كان متاخر طبعا بهدفين مقابل هدف، ولكن المباراه انتهت بالتعادل. عمرو السوليه كان يعني متشوق جدا لفريق منتخب الجزائر، واتكلم قال ان يعني منتخب الجزائر يعني ضروري ويفوز في المباراه القادمه من اجل الصعود. اللعيبه الاجواء بطوله افريقيا طبعا بتضغى، مستر كولر طبعا بيتابع كل المباراه وبيتابع، يعني انا اقول لك في الوقت اللي احنا بنتكلم فيه اللعيبه خلاص بتتجهز تتفرج على مباراه تونس ومالي. مستر كولر يعني انا اقول لك نقطه مهمه جدا، مكلف ياسين المكاري بتسجيل المباراه بالكامل، مباراه يعني تونس ومالي طبعا لمتابعه طبعا علي معلول واليو ديانج. خليني برضه اقول لك ان يعني من هذه الامور طبعا الفريق غدا ان شاء الله هيكون تدريبه في تمام الساعه الرابعه، يعني توقيتات التدريب شويه تكون مختلفه طبعا عن توقيتات اللي هيقام فيها المباراه، من اجل منح فرصه طبعا ان مستر كولر واللاعبين تتفرج على المباراه وتتابع الاجواء. الامور هنا فارس بصراحه يعني امور ممتازه جدا، امور اكثر من رائعه. عايز اتكلم على الدور الاداري برضو، احنا بنتكلم في هذا السياق ممثل طبعا كابتن سمير عادلي، الكابتن ماهر عبد العزيز، محمد اسامه اللي قايمين بدور كبير جدا، يعني تقدر تقول اكتر ناس بتبقى موجوده في المنتجع او الفندق بتوفر كل الامور للاعبين. اعتقد مردود هذا المعسكر ان شاء الله تكون يعني خلال الفتره القادمه على لاعبي النادي الاهلي ان شاء الله. ان شاء الله يا فاروق.